وزير خارجية السيد سامح شكري الذي يترأس وفد مصر في اجتماعات الاتحاد الافريقي. شكري يطالب بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الافريقي ليكون أكثر تمثيلا لإقليم الشمال الافريقي. ده مطالبات مصر. وعايز أقول لحضراتكم امبارح كنت بكلمكم على مجلس الأمن الدولي والتعديلات النهارده وزير الخارجية كان بيتكلم في هذا الأمر، وتحدث وزير الخارجية سامح شكري النهارده عن إن أفريقيا تطالب بمقعدين دائمي العضوية. عايزين مقعدين للقارة دائمي العضوية عندهم حق الفيتو زي فرنسا وزي بريطانيا وزي الصين وزي روسيا وزي أمريكا، مقعدين للقارة بالإضافة إلى 5 مقاعد غير دائمة العضوية. يعني القارة الإفريقية تطالب ب7 مقاعد حق القارة. أيوة ليه؟ إحنا ربع العالم، القارة الإفريقية ربع سكان العالم، وبالتالي لها حق إنه لها يبقى ليها أصوات تدافع عنها. وزي ما وزير الخارجية النهاردة بيتكلم على دول شمال إفريقيا والإقليم في شمال إفريقيا إن يكون ليه تمثيل كمان في مجلس السلم والأمن الإفريقي أكبر مما هو عليه عشان يدافع عن حقوق هذه الدول. إنه زي ما بقول لكم مع التجارب، مع اللي بنشوفه، مع اللي بيحصل، الأمور إيه؟ صعبة. من غير ما أفصل، من غير ما أقول كلام كتير. فهنا مطالبات وزير الخارجية، مصر شغالة على ملفات كثيرة جدا في الاتحاد الإفريقي، والسيد سامح شكري يترأس وفد مصر، وبالتالي زي ما بقول لكم النهارده هناك حقوق تاريخية للقارة السمراء، وبالتالي في منظومة داخل منظومة الأمم المتحدة يجب أن تعود. لما تم تشكيل هذه المنظومة بعد الحرب العالمية الثانية وانتهى الحرب العالمية الثانية عام 45، واحنا جاي الوضع في 45 غير الوضع في 2023، غيره تماما. العالم اتغير والدنيا اتغيرت، والدول كلها النهاردة بتكبر، والدول كلها النهاردة، كل دولة النهاردة يعني ايه شايفة نفسها احسن دولة في العالم، كل النهاردة بيكبر غير 45. وبالتالي لازم المنظومة، منظومة الأمم المتحدة دي تتغير وتعود أو يعود الحق التاريخي لقارة إفريقيا. حقنا مقعدين دائمي العضوية، لهما حق الفيتو زينا برأس أمريكا ورأس روسيا والصين وغيرهم، لأنه في دول أخرى هتدخل من آسيا، دول من أمريكا الجنوبية هيدخلوا، وبالتالي إحنا كمان حقوقنا. ويبقى ده طلبات للقارة ودول القارة بالكامل، ويتم لها آلية. يعني دولة تفضل مثلا فترة كم سنة ودولة أخرى تدخل، وبالتالي يحصل تناوب على هذه المقاعد. يحصل إيه تناوب؟ بحجم الدول وثقل الدول طبعا، دولة لكذا والدولة لكذا والدولة، يبقى في تناوب على المقاعد. ولكن في الآخر لازم يكون لك صوت واضح كعضو فاعل في مجلس الأمن بحق النقض الفيتو، مقعدين و5 مقاعد غير دائمي العضوية. هذا حق تاريخي للقارة الإفريقية. كفاية بقى اللي ضيعوه علينا على مدار السنين اللي فاتت دي. رئيس مجلس النواب النهاردة مستشار حنفي جبالي رئيس المجلس كان بيستقبل رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا، وبحضور النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب. وتحدث الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النهاردة خلال استقبال رئيس مجلس أو رئيس البرلمان زيمبابوي على لا نعارض حق الإثيوبيين في التنمية، ونريد اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق مصر المائية. وهتكلم على هذه المقابلة وهذا اللقاء بعد شوية. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجحنا في تصنيع المكونات المطلوبة لمشروعات الكهرباء بنسبة تصل إلى 75%. تفاصيل منافذ تخفيضات تصل إلى 50%، تفاصيل منافذ معرض أهل رمضان الجديدة اللي لسه بكلم حضراتكم عليها في المحافظات. التموين عن نقص الأرز، المزارعون استخدموه في تغذية المواشي بدلاً من الأعلاف. اتحاد الصناعات، القطاع الخاص يطرح الأرز المستورد بداية من مارس المقبل بكميات محددة، اللي هي الكميات اللي بقول لحضراتكم عليها من 20 ل 30 ألف تقريباً يعني طن. الزراعة، ارتفاع أسعار الدواجن سببه استغلال تجار السوق السوداء للأزمة، وخطة لدعم الأسعار في رمضان. كبار التجار السبب، شعب الدواجن بتقول
توضح أهم أسباب ارتفاع الأسعار. تركيا 105 آلاف مبنى دمرها زلزال 6 فبراير. تركيا توقف جهود البحث عن ناجين في كل المناطق باستثناء محافظتين. هيئة الكوارث والطوارئ التركية أكثر من 6000 هزة ارتدادية وقعت في تركيا منذ الزلزال الكبير اللي وقع يوم 6 فبراير. زلزالان بقوة 4.3 و4.5 درجة يضربان كرمان مرعش وغازي عنتاب في تركيا. الكلام ده زي ما احنا بنشوف الساعات الماضية. الأمم المتحدة 8.8 ملايين شخص تضرروا بسبب زلزال سوريا وتركيا، أرقام مرعبة.